أبناء الأعزاء، طلاب تأهيل الدكتوراه في العام الجامعي 2019-2020. يسعدني أن إحنا نلتقي اللقاء التالي لعمل تحليل أسئلة باستخدام برنامج الـ SPSS الفصل الدراسي التالي. إحنا شفنا قبل كده مقدمة عن الـ SPSS والبيئة بتاعته، وفي المحاضرة التانية شفنا إزاي نستخدم الأنوفا عملي ويدوي عن طريق الكمبيوتر. دلوقتي هنتكلم على الإحصاءات اللامعلمية. طبعا الإحصاءات اللامعلمية أنا بستخدم لما يبقى عندي التوزيع بتاع المجتمع بتاعي غير معلوم، مجتمع جديد او مجتمع موجود بالنسبه لي التوزيع غير معلوم. عشان على سبيل المثال واحنا بنطبق الانوفا او بنطبق الريجريشن او الكورليشن، واحنا بنحط الاسامبشن بتاعنا ان المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي. لو المجتمع لا يتبع التوزيع الطبيعي او انا ما اعرفش نوع التوزيع بتاعه، فهنستخدم الاحصاءات اللامعلميه. طبعا دي خريطه استخدام الاحصاءات اللامعلميه وامتى تستخدم كل اختبار. اول توزيع عندي اللي هو كتربية، وده بستخدمه عشان اعمل مقارنه ما بين الحاجه الفعليه اللي انا شفتها واللي بنسميها اوبزرفد، والحاجه النظريه اللي هي المتوقعه بنسميها اكسبكتد.